هناك تتواصل جهود المبادرات والائتلافات الشبابية لحث المواطنين على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. تفاصيل أوفى من سوهاج مع زميلين خالد المشنب ومحمود القاضي. التوعية السياسية هي ضرورة مجتمعية على كل أفراد المجتمع المثقفين والفاعلين، كونها تسهم في التطور المجتمعي والرقي الحضاري. ومصر لديها العديد من المؤسسات المدنية الفاعلة والمؤثرة على الأرض والقادرة على التواصل مع جموع المواطنين. ومع قرب موعد الانتخابات الرئاسية برزت العديد من المبادرات تدعم عملية التوعية السياسية بضرورة المشاركة الإيجابية في فاعليات الحدث الديمقراطي الأبرز والأهم، وهو اختيار رئيس الجمهورية لست سنوات قادمة. اختار من هو يمثلك، من هو قادر على العطاء، من هو يساعد في بناء مصر الجديدة، مصر الحديثة، مصر الرقمية، من هو يساعد في الإنشاءات، من هو يساعد في مظلة العطاء، من هو يساعد في بناء البلد. متواجدين النهاردة في مؤتمر دعم القيادة السياسية، وبندعو الشعب المصري جميعا بكافة طوائفه الشبابية للمشاركة في المشاركة السياسية والانتخابات الرئاسية من أجل الانتخابات الرئاسية. احنا بندعم كل الشباب وكل مصري في المشاركة السياسية. احنا لازم ننزل ونقول رأينا بصراحة بدون اي تحيز لاي حد، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. كلنا جايين نحس عشان نطلع نشارك الانتخابات، مش جايين احنا كل الموجودين هنا جايين نشارك الانتخابات. كل واحد يطلع لياره واللي وراه، وكل الناس تطلع تشارك ان البلد بلدنا. احنا جايين ندعم القوى السياسيه للمشاركه في الانتخابات القادمه الرئاسيه الجديده، وان يكون الرئيس على قد المسؤوليه للشعب المصري، ان يكون يخلق برضه معانا شباب يكون طالع فاهم للقياده السياسيه، وان احنا ندعم بكل المقاييس ان تكون البلد زي ما هي في أمن وأمان، تكون فاضلة في أمن وأمان. المفروض أن كل مواطن مصري لازم ينزل ويشارك للبلد، لأن إحنا مهتمين جدا بالشباب وبالمرأة وبالرجل، والبلد محتاجة كتير قوي. لازم يكون ليك رأي، ولازم أنك أنت تنزل وتدعم وتقول الرئيس اللي أنت شايفه من وجهة نظرك. بالنسبة للمدينة يعتبر في وعي كبير جدا بالنسبة للمرأة، لكن بقول إحنا إن شاء الله بننزل وبنوعيهم أن هم ينزلوا ويشاركوا زي الراجل ينزل ويشارك. تابعنا لكم فعاليات المؤتمر الشعبي لتعزيز دور المشاركة السياسية. سوهاج محمود القاضي وخالد المشنب لقناة طيبه.